مساء الخير لك كل المشاهدين اللي عم ترفقوا معنا بهالحلقة. نحن وياكم سهرة عمر الليلة بحلقة جديدة بننطلق فيها. انطلاقة الليلة ما بتشبه غيرها، لأنه ضيف الليلة أخذ لبنان للحلم يلي حلمه للعالمية كلها. ما كنا ناطرين هيدي اللحظة، لأنه هو عالمي وهو هالقد ممثل كاتب مخرج نفتخر ومنعتز فيه. مانا ناطرين لحظات الأوسكار لحتى نكون عم نضوي على مسيرته الفنية، ولكن في أوقات بتكون حلوة بمحلة لما نحكي عن إنجازات حياته هي كتيرة بيفتخر فيها لبنان، لما نحكي عن مسيرته التمثيلية هو يلي بيختار الدور لحتى يجسد الشخصية خلينا نقتنع فيها، ولحتى يكون عم يتطلع ما ينقي الكمية إنما ينقي النوعية. لما نحكي عن نص، لما نحكي عن إخراج، لما نحكي عن رؤية، لما نحكي كمان عن فترة تعليمية، هو إضافة لكل الأجيال يلي ما زالت اليوم منتجة على الساحة الفنية، لحتى يكون هو العين المراقبة لحتى إن كان بالمسرح إن كان بالتلفزيون أو حتى بشاشة السينما يكون دايماً عطاؤه ما بيشبه أي شيء تاني. اليوم صار هو مش بس القضية 23، هو القضية رقم 1 بالبلد، لأنه قدر يصنع من تاريخه الفني والشخصي المشرف تاريخ بلد، قدر يرفع اسم لبنان. اليوم مع القضية 23 يلي بيحملنا لأول نومينيشن بالأوسكارز بالدورة 90 يلي رح تصير بأربعة أدار 2018، ضيفي بيسافر مع لبنان كله لحتى يوقف قدام هذه الجائزة، وإن ما حصلت ما بهمنا، مهم إنه معه قدرنا نوصل لهونيك. الليلة بهالحلقة منحكي عنه ومعه، الحلقة كلها عن حبيب قلبي وحبيب قلب كل الوسط الفني وكل لبنان، الممثل الكاتب المخرج النجم كميل سلامة. مساء الخير. مساء النور. أهلا وسهلا فيك أستاذ. يا هلا. شرف. يعني ما فيك تتخيل قديه على الصعيد الشخصي فرحة كبيرة بوجودك معنا، وفرحة كل لبنان بكميل سلامة، مش بس من بعد ما سمعنا يعني ترشح لبنان من خلال The Insult أو القضية رقم 23 لزياد دويري، وحضرتك من أبطال الفيلم لجائزة الأوسكار الترشح، إنما فرحتي لأنه اللقاء لما نحكي مع شخص هالقد عنده تاريخ وعنده أشياء يحكيهم بتكون الجلسة ممتعة أكثر. وكيف إذا عبر تلفزيون لبنان؟ شرفتنا كميل سلامة. شكراً، ما عندي شيء أقوله إلا شكراً على المقدمة وعلى الحديث هلأ، والشكر رح يكون كتير صحيح بالأشياء اللي رح أحكيها أنا وياكم، لأنه ما رح أخبي شيء. شرفتنا بحلقة الليلة. 45 سنة أو ما يقارب من الفن، من التعب، من العطاء، أدي اليوم كل هالسنوات اللي حلمتها وحملتها بنفس الوقت، أدي اليوم هيك بس تطلع لورا بتشوف اليوم أنت يلي وصلت له أدي كان في تعب، كان في شقة، كان في مراحل مريت فيهم، ورح نحكي على كل حال بتفاصيلهم. أدي كميل هيك بس يطلع شوي لورا، شو الشعور يلي هيك أول شيء بتفكر فيه؟ ليك خليني لك شغلة. واحد بيقول لك تعب وشقة وتضحية وما بعرف شو، أفضل له ما ينقي المهنة اللي بده إياها. كلمة واحدة بتختصر الحياة هي الشغف. يعني إذا أنت شغوف بالمهنة اللي أنت نقيتها مهما كانت هالمهنة، لو أنا شغوف بالطب كنت بقول نفس الشيء وما كنت بقول تضحية وتعب. مثل كل الناس، كل إنسان عم بيمارس مهنته بصدق وبشغف بينسى لحظات التعب يلي هي ضرورية تمرق، أنه أكيد بتمرق مثلنا مثل كل الناس. بس اطلع لورا، أنا بجرب ما اطلع كتير لورا، لأنه بس بلش تعيش بالنوستالجيا، تقول كنا وكنا وكنا، بتحس كأنه أنت وقفت أو بطلت. بتطلع لورا تقطع لقدام، تمشي لقدام. أنا بتطلع أكتر مين في هلأ عم يشتغل، تشوف إذا بقدر أشتغل أنا وياه، إذا بنقدر نتعاون، إذا بنقدر نعمل أحسن. مثل ما اللي قبلي وأساتذتي طلعوا فيي لما كان عمري 21 سنة وقالوا لي تعا اشتغل معنا. فبالنسبة للحياة لإلي، بالنسبة للحياة مستمرة طبعاً بمهنة أنا بحبها، أنا متعلق فيها وأنا نقيتها
بهالجغرافيا هيدي. بتراقب الوسط التحولات اللي عم يشهدها على كافة الأصعدة، بمعنى مش مراقبة أنه قاعد ما عم تعمل شيء وناطر، إنما مراقبة لحتى تختار كيف تدخل على هالوسط. أنا معك. ليك أنا ما بحياتي بالأعمال يلي أنا كنت مكتبها وعم بعمل الأخراج بالمسرح عملت شيء اسمه كاستينج. أنا بحضر بروح على الجامعة، أو كنت علم بالجامعة، بروح على جامعات تانية، بحضر فحوصات، بحضر امتحانات، بحضر مسلسلات، بحضر حلقات، بحضر سينما، بسمع إذاعة، ولما يلفتني حدا بقرأ الجينيريك شو اسمه هالشخص وبتضل بذاكرتي. أنا الكاستينج تبعي هو كاستينج عملي، لسبب وقت بدي حدا لدور بيكون عندي على الأقل شخصين أو ثلاثة براسي بيلبقوا لهالدور، ساعتها ببلش الحديث. فأنا إيه موجود، أنا ما براقب، لأنه بس تراقب إنه تتشوف والله تنتقد أو تقول نحن كنا وهني هلأ، لا بحضر، لأنه أنا كنت أتمنى دائما من وقت بلشت إنه المسؤولين عن أعمال التلفزيونية أو السينمائية يجوا يحضروني بالمسرح، وهذا اللي ما كان يصير. فأنا ما بدي أعمل غلطة غيري، أنا بحضر. هالكلام قدي حلو وقدي هيك بيخلينا شوي نحس أنه بالوسط نحن بأمان، لأنه اليوم شوي في فوضى، خليني أقول بمكان ما للأسف، ولكن طالما الأشياء بعدها بهالمنحة مع حضرتك بعدنا بأمان. اليوم لما نحكي عن المسرح، مسرح قبل ومسرح اليوم، ومع كل الإنجازات يلي عم بتحققها حضرتك وغيرك كمان بالمسرح أكيد. اليوم ما فينا ننكر أنه ما في أعمال، ولكن شو تغير بالمسرح اليوم؟ هي استمرارية. ما في شيء بيتغير، ما في شيء بيتغير، كل واحد عنده إضافة. اللي علموني تعلمت منهم، لما أنا عملت واشتغلت علمت غيري، وغيري عم يشتغل وبيرجع بيعلمني وبيعلم اللي بعدي. هي استمرارية، ما في شيء بوقف وبتقلب صفحة بتفتح شيء جديد، كليا جديد، ما في شيء جديد، ما حدا اخترع شيء جديد، كلها استمرارية وكلها ممارسة وكلها خبرة تضاف إلى الموهبة والدرس. فهو دائما لك شغلة بمهنتنا، حلو واحد يحضر يشوف ويقبل الآخر، تتعلم من إشياء بتحبها إنك تعمل مثلها وأحسن، ومن إشياء ما بتحبها إنك ما تعمل مثلها. فما في، وبعدين كله نسبة، يلي بيعجبني يمكن ما يعجبك. إذا شغلي أنا بيعجب بعض الناس، في شغلي ما بيعجب كتير ناس، فكله استمرارية، كله نسبة، كله تطور. مهم إنه نقبل الشيء الآخر. واليوم كيف الواحد بيهرب من فخ المتداول؟ اليوم صارت كل الأشياء مطروحة، صارت الأمور يمكن رايحة باتجاه كمان العولمة والسوشيال ميديا اللي فضحت كل المحاضير، واليوم كمان بالأعمال، حتى يعني بالأعمال الكلاسيكية، بالأعمال يعني في كتير مواضيع صارت عم تتكرر. اليوم الإبداع كيف يسقط على عمل ما، وقد ايه أصعب من أنه يكون من قبل، لأنه اليوم تقريبا صار كل شيء متداول، ولكن هي الطريقة طبعا بتبقى. هيدي القصة كلها سواء، هو كل شيء متداول بكل العالم. إذا بتفتش على شو هن المواضيع يلي عم تنطرح، إن كان بالسينما، إن كان بالتلفزيون، إن كان بالأدب، إن كان بالمسرح، قد إيه عندك 40-50 موضوع من أول ما بلش التعاطي بهالأشياء لهلأ. هي طريقة التداول، طريقة طرحها، طريقة معالجتها، طريقة تقديمها، ولمين عم تقدمها. يعني أنت لما بدك تقدم شغلة بدك تعرف كيف عم تقدمها ولمين عم تقدمها. من هون ببلش انت تختبر انه انا ليش فشلت بهيدي، لانه انا ما عملتها بشكل جيد، او لانه قدمتها بالمطرح او للجمهور يلي منه مهيئ لهالشيء هيدا. نعم. ف بالخبره كل يوم نتعلم شيء جديد. الخبرة اللي عم تحكي عنها مرقت بكتير تجارب، رح نحكي عنهم على كل حال، بس إذا بدي أحط كميل سلامة الممثل قدام كميل الممثل على خشبة المسرح، كميل الممثل على شاشة التلفزيون، وكميل الممثل على شاشة السينما، نعم، وين كميل بيهتف أكتر، بيروح لأي ميل؟ بالمطرح يلي هو فيه. يعني إذا أنا على المسرح ما بفكر سينما ولا بفكر تلفزيون، إذا أنا بالتلفزيون ما بفكر سينما ولا بفكر مسرح. أنا بأخذ كل عمل كأنه هيدا هو قمة
الاعمال اللي راح اشتغلها، واللي بس يخلص بيجي اللي بعده. هلا بدك تقلي وين بتحب انت اكثر، كلهم بيقولوا لك زيت الجواب التقليدي، بحب المسرح، لانه المسرح في عندك تعاطي مباشر مع الناس، بتاخذ رده الفعل. هلا ما بتنطر سنه تتشوف اذا راح ينجح او لا. ومش مين ما كان بيوقف وقفه مسرح، خاصه لما نحكي عن كميل سلام. انسيني، انت سالتني عن ثلاث مطارح. انا كممثل بحب اللي انا عم بشتغل فيه بلحظتها، بس المسرح طبعا له غير نكهه، لانه لحظته بتقطفها باللحظه نفسها. بس كمان من ناحيه تانية، بس تطفي الإضاءة وتشيل الديكور، ما حدا بيعود يعرف إنه كان في هيدي المسرحية. بينما السينما الفيلم بيستمر، المسلسل بيستمر وبيوصل لكتير ناس. فكل شغلة إلى سلبيتها وإيجابيتها، إلى وزنة بهالموضوع. إلى وزنة. المهم أنا وعم مثل الدور كون فعلا مبسوط، واللي بكون مبسوط أكتر هو المشاهد يلي مستمتع بحضورك الآثر. إذا عرفت أقدم له إياه. دايما بتعرف إذا المخرج عارف يخدها. رح نروح للمسرح أول شيء، نحضر مقطع أنا وياك نشاركه مع المشاهدين ونرجع نتابع حوارنا. ماشي. ليت بوقتك أنت! شبعنا تفنيس! لقطي هونيك ورا الطاقة وقارة سميدة وقشرتها. أنت بتعرف إنه كريون ممثل مشهور ونمرود بده اسمه عقارمة لوحده، والناس تزقف له قوله لوحده. مشان هيك فرض عليك بعض النكت بدوره، وليلة الافتتاح قرأت منه النكت ودركت له كريون شو يريدوا لكريون. ذكر النحل. ذكر النحل. هالعمل يلي بيخدنا لكميل على شاشة، على مسرح خشبة المسرح، ومنه إلى أعمال تانية. اليوم حكيت عن الخيارات وحكيت عن أنت هالقد شغفك بيوقع بالمكان يلي أنت بتكون فيه. اليوم لما نحكي عن مسيرة عم تتكلل هلأ بها الفترة بترشح لجائزة الأوسكار، خبرنا أول شيء كيف تلقيت خبر ترشح الفيلم؟ شوف، كل اللي بيسألوني بيفترضوا أنه هيدي اللحظة هي أكتر شيء كنت فرحان فيها. لا، أنا كنت أكتر شيء فرحان خلال التصوير، لأنه نحن عم نصور، الطريقة اللي تصور فيها، الاحتراف اللي كان موجود، المخرج اللي كان عم بيتعاطى مع كل الناس، مع الممثلين، بتحس انت وعم تشتغل انه هيدا الفيلم واصل لمطرح. انا بس خلصت التصوير عم يسالوني كان شو رايك؟ قلت له انا كل حلمي اطلع اشتغل بالسينما العالميه، هالمره السينما العالميه اجت لعندي. انت وعم تشتغل بتكون عارف شو راح يصير. انا لم افاجأ باي رده فعل عن الفيلم هيدا، لا بمهرجان فينيز لما وقفوا الناس اجانب كلهم 1200 شخص عم بزقف 5.5 دقائق لفيلم عم يحكي عربي. صحيح، اخذ ستاندينج اوفيشن. ما خمس دقائق ونص، انا كنت اول مره بحضروا الفيلم. فهل رده الفعل، عرفت انه هيدا الفيلم منه فيلم محلي، ولا يتكلم عن قضايا محليه بس، ولا طريقه شغله عالميه، والممثلين اللي فيه بفضل السيناريو، بفضل المخرج، بفضل هن موهبتهم، يعني كلها عمل. صحيح. الفريق وصل لهون. هلا كيف تلقيت الخبر؟ ايه، ما بنكر انه كثير فرحت، كثير كثير فرحت. ليه؟ لانه اي ممثل باي مطرح بالعالم كله ما بيقدر يكذب عليك ويقول لك انه مش من هو وصغير لما كان يحضر حفلات الاوسكار كان يتخيل حاله انه يا ريت انا، وبعدين بالحلم بينطفئ، بينام شوي، بينام كثير، فجاه بيجي شيء واعي، حلم ووعيت منه مرة بالعمر ضمن أول خمسة يلي هن بينحكى عنهم. وهلأ ما بقى يحكوا عن أي ممثل بالفيلم أو أي حدا اشتغل بالفيلم إلا ما يحطوا حده أوسكار نومينيتد، هلأ شئنا أم أبينا. صحيح. من هلأ لآخر عمره، لبعد ما يخلص عمره. وقديه حلوة وقديه، مش أنت كتبها. مش صحيح. انت جايب ويكيبيديا حدا كتب لك وحاطط عنك، لا، هيدي حدا كاتب عنك، هيدي خلص صارت ملزوقه فيك، بهويتك. ايه، ملزومه بهويتك الفنيه، وهذا شيء كثير بفرح. قد استمتعت باداء الدور؟ اكيد الى جانب كل الكاست، ولكن بدي احكي عن شخص معين يلي لعب الدور بنتك، وبنكتشف بختام الفيلم ديامون ابو عبود. خبرني عن هالثنائيه يلي كان فيه كمان نوع من تناحر بالدور باختلاف وجهات النظر بين بعض، ولكن الأداء
كان هالقد بينك وبينها في تشرقط بالعينين لا أكثر ولا أقل، وكان تصاعدي لآخر الفيلم لحتى ما نكتشف كل التفاصيل يلي لازم المشاهد يكتشفها. ليك أنا ما بدي أطلع كأنه عم بحكي عن حالي أو عم بحكي عن دياما وما أحكي عن الباقيين، كل واحد بدوره كان رائع طبعا. السينما من وجهة نظري شوي ما عندها خبرة كتير بالسينما، بس السينما هي لعبة مخرج وسيناريو ومونتاج. يعني شو ما تعمل أنت بالسينما، لو كنت عم تبدع بالسينما، إذا كان المخرج مش حابك، مش حابب شخصيتك، مش حابب شو عم تعطي، وعارف أنك أنت عم تعطيه اللي بده، بيقدر يصور أي شيء تاني صح. وبالمونتاج بيقدر يشيلك. هتشرقط يلي عم تحكي عنه بالعينين بيني وبين بين ديامام، يعني بين المحامي وبنته، نحن عطيناه والمخرج شايفه والمخرج عارفه ونحن متدربين قبل على الموضوع هيدا، فكانت اجتمعت كل العناصر لحتى تقلي انت انه مش معقول هالكيمستري هالكيمياء يلي بينكن. ايه انا ديامام بعرفها، ديامام كانت طالبة عنا بالجامعة، وديامام اشتغلت مع فيلم تاني مع محمود حجاج، واشتغلت يعني ايه. بس كمان قد ما تكون انت عم تعطي بفيلم السينما، بالمسرح انت سيد نفسك، بالسينما انت تحت رحمة فن المخرج واللي عم يعمل المونتاج معه. وهون كانت القبعة التي ترفع لزياد دويري. طبعا رح نحكي عن زياد دويري ومع زياد دويري بعد شوي، ولكن ما في ما اتوقف كمان طالما حكينا عن ديامان، هي تحكي عن تجربتها مع كميل سلامي بهالفيلم. ديامان مساء الخير. مساء الخير شادي، اهلا وسهلا فيك والف مبروك. ديامان ابو عبود الى جانب كل الكاست اوسكار نوميني براودلي لاول مره لبنان للاوسكارز، يعني اكيد فخورين كثير ومبسوطين كثير، ومثل لنا ولكل شخص اشتغل بالفيلم او من عائله الفيلم، كمان لكل لبنان يعني اكيد شغله كثير كثير مهمه لنا كلنا. اكيد ديامان بمداخله بس لحتى شوف قد ايه هيك متعه، وشو اهميه الواحد يكون عم يشتغل قبال ممثل هالقد عنده من الاحترام وعنده من التواضع بنفس الوقت لمهنته ولفنه ولشغله مثل كميل سلامة. بونسوار استاذ كميل. بونسوار، كيفك؟ كيفك بنتي؟ منيحة. أنا ما بعرف يعني شو بدي أحكي عن استاذ كميل. استاذ كميل سلامة هو استاذي، وأنا هيك قد ما بحترمه على الصعيد الشخصي، وهالقد هو إنسان غني بتتعلم منه كل يوم. هيك بس انه تراقبه كمان على السات كيف بيتصرف، كيف بيكون، كيف بيحمل الشخصيه معه، كيف هيك يعني بيعطيها هيدا الرقي وهيدا الاليغانس. عن جد لو اي دور لعبه بيعطيها هيدا الاليغانس، وكل لحظه بتعلم منه. هالقد تعلمت منه خاصه انه قد ايه الممثل ليكون ممثل منيح كمان بده يكون انسان حلو كثير وانسان غني من جوا وحلو من جوا. فمرسي استاذ كميل، يعني علمتني بالجامعة وكان لي الشرف انه مثلنا سوا، ان كان بفيلم طالع نازل او بقضية رقم 23. ونحن على كل حال يعني الرابح الاكبر لانه بنحبكم وبنحب العمل كيف اذا كان عم يجمعكم كمان. زمان موفقة بكل شيء، شكرا للمداخلة، وان شاء الله نرجع بنلتقى بتكونوا راجعين حاملين الأوسكار معكم لحتى نكون عم نحتفل بلبنان وفيكم كمان بإنجاز جديد. شكرا لك الممثلة ديامان أبو عبود، أهلا وسهلا. يا هلا ديامان، من الممثلات يلي مش إله مستقبل، هلأ عم بيقطفوا وعم يشتغلوا، عم بيقطفوا إخلاصهم للمهنة بهيدا الفيلم، بفيلم تاني رح نشوفه قريبا إن شاء الله اسمه إنسيرياتد، أخذت عليه جوائز كمان صحيح. بمهرجانات برا، يعني منكبر باشخاص هالقد ديديكيتد بالمهنه وهالقد عم يعطوا من قلبهم. صدقني شادي، في كثير ممثلين وممثلات كثير منيح بدهم بس فرصه وبدهم حدا فعلا يؤمن بقدراتهم، لانه ما بتتخيل قديش في ناس تخرجوا من معهد الفنون واشتغلوا او ما اشتغلوا او ما حدا عرف فيهم، بس عن جد هن كنوز موجودة بلبنان. أستاذ كميل رح نتابع حوارنا نحن وياك بعد الفاصل، حوارنا بكمل مع
مخرج فيلم القضية 23 زياد دويري. مشاهدينا بريك ومنتابع مع ضيفنا نجمنا بالاستوديو كميل سلامة والمخرج زياد دويري. بريك ومنتابع. مشاهدينا متابعين سهرتنا نحن وياكم سهرة من العمر عم نقضيها سوا مع نجمنا بهيدي الحلقة كميل سلامة. ايه نجم استغربت انا الكلمة ما كتير ما بتعني لي كتير الجيم والقدير وهو الاشي اللي بحطون على الجينيريكات ما ومعك حق ما بحبهم يعني ما بحبهم لانه بلا طعمة سوري ومعك حق لانه الاسم فيك تشيلها هيدا ابدا ما راح نشيل شيء لانه الاسم اهم من اي لقب بيسبقه لما نقول كميل سلامه لما نقول كميل سلامه هلا صارنا صار بيرتبط حكما اوسكار نوميني لا كم طيب اوكي كمان. مثل ما بدك راح نروح للحظات اللي تم فيها اعلان فيلم ذا انسلت ضمن السهرة يلي بيعملوها وبيعلنوا فيها وهي سهرة okay. بتكون صغيرة بيعلنوا فيها كل النومينيشن سبع الأوسكارز رح نروح لها البريك الصغير يلي أخذوا لحتى يعلنوا ولبنان من ضمنه ونرجع نتابعهم okay. For best foreign language film A Fantastic Woman, Chile The Insult, Lebanon Loveless, Russia. On Body and Soul, Hungary. And The Square, Sweden. لأول مرة بتاريخ لبنان أوسكار نومينيشن بتحملنا لنكون ضمن هالدورة 90 لجوائز الأوسكار. أنا وياك بدنا نقول مساء الخير ليلي استمتعت بإدارته وكنت شايف النجاح من وقتها ما أخذت سكريبت لحتى كنت على السيت مثل ما كنت عم بتقول أستاذ كميل سلامة. مساء الخير للمخرج اللبناني العالمي زياد دويري. مساء الخير. مساء الخير. ما بعرف إذا عم تسمعوني منيح. عم نسمعك كتير منيح زياد okay. ألف مبروك الأوسكار نومينيشنز يكون لبنان من بين أفضل خمس أفلام مرشحين لنيل هالجائزة فخر لألنا ولكل شخص اشتغل على The Insult. ألف مبروك بالبداية. مرسي لألكم كتير. يعني لما نحكي عن هالنومينيشن ونحكي عن زياد دويري اللي هالقد بلبنان إن كان من وسط بيروت لكل الأفلام التانية وصولا لThe Insult اليوم لكل الأشياء الحلوة اللي بستاندرد هالقد عالم قدمها أدب يعني لك أنه تكون عم تحمل لبنان للأوسكار اللي هي أهم جائزة تعطى من أكاديمية علوم السينمائية بهوليوود بأمريكا. ليك شادي لما نحن وصلنا الخبر نعم. أنه ترشحنا كنت بالمطار أخذ الطيارة على تولوز بمطار باريس نعم. شعرت بالسعادة العميقة بس بقدر أقول لك شغلة طريقة الفيلم للوصول للأوسكار ما مر بطريق سهلة مر بعقبات كتير كتير كبيرة نعم. أنت بتعرف هالشي طبعا وصلت معنا لمرحلة في من بعض الأشهر فكرنا أنه نحن وضعنا مخطر كتير ولما أقول مخطر يعني للأسف مخطر يعني ما كان حتى يعني وشك أنه ما ينزل على السوق نعم. صار في كتير تحطيم بالفيلم وكتير مش بالفيلم تحطير فيه وصلنا لمرحلة أنا فكرت أنه مش بس بعد عن الأوسكار حسيت أنه فيلم قضية رقم 23 رح ترجع تنعاد ذات القصة من اللي صار بالفيلم السابق اللي هو الصبي نعم. يعني شنت حملة كتير كتير عنيفة ومش مضبوطة نعم. اليوم اذا بدنا نتوقف وصلنا على الاوسكار هذا الشيء وي وي اليوم اذا بدنا نتوقف عند الانتصار عند هالخيار للاكاديميه لهالفيلم من بين الافلام الخمسه يلي ان شاء الله بالحفل اللي رح يقام باربع شهر بكون هو الرابح. اليوم لما زياد دويري يحكي عن الكاس يحكي عن الفيلم قد ايه كنت قاشع انت يمكن هذا الموضوع قبل حدوثه يعني قد ايه كنت شايف البوتنسيال يلي عنده اياه الفيلم قبل ما تكون عم تشتغل مع الممثلين ومع الكل وكنت مأمن بهيدا البروجي بهيدا العمل. ليك نحن لما بلشت انا وجوال نكتب القصه كان عنا يعني ما في شيء انا بحياتي بكتبه ما بأمن فيه ما بفوت فيه عرض علي كثير مشاريع نعم من زمان حتى من لوس انجلوس من هوليوود ما كنت كثير حاسس انه القصه ثابته
لما فتت بهيدي الكتابة عن إيمان مطلق بالأصل ولا ما بتفوت بالكتابة. لما وصلت على بيروت لحتى فتش على المسكين هون صار عندي نوع من الشك، لأنه ما عارف، أنا صار 20 سنة غايب عن لبنان. نعم. مش عارف مين هن وجوه الجديدة. ومثل ما بتشوف أنه الطاقات بلبنان عميقة كثير، قوية كثير، إن كانت الطاقات الفنية ولا الطاقات التقنية. كيف ليك بدي أقول لك، على الفيلم كان في حماس بشكل، كان في تضحية، ما حدا حاسبني، ما حدا نقول اشتغلنا ساعة أو ساعتين بالزايد. إجوا كل الممثلين بالأدوار الطويلة مبكلينه على الفاصلة، التقنيين يجوا على الوقت، ما صار في أي في البروفيشناليزم كتير كبير. لما فتنا فيه كان عندي إيمان بالفيلم، بس ما كان عندنا أي فكرة من ناحية خروجه إلى الصلاة اللبنانية أو إلى الصلاة العربية. عارف إنه بنهاية المطاف رح يطلع بالسينما بأوروبا وبأمريكا، بس ما كنت أكيد إنه رح يزبط بلبنان. بقول لك بصراحة. نعم زياد، لما نحكي عن الكاست وخاصة اليوم ضيفي معي بالاستوديو الممثل كميل سلامة، يلي خلينا ننغرم بشخصية المحامي يلي كان هالقد عنده حكمة بالتعاطي، عنده رؤية، أدي العمل هيك في ميزة مع كميل سلامة، وخبرني شو المميز بالعمل يعني بإدارتك لممثل مثل الأستاذ كميل سلامة. لك كان لما وصلت على بيروت وبلشت أعمل الكاستنج شفت بحوالي 500 ل 600 ممثل من جميع الأدوار، وأنا قلت لعبلة خوري بوقتها أنه أنا ما بعطي الدور الأخضر للفيلم إلا ما نقدر نلاقي دور وجدي وهبي، الدور اللي بالنهاية أخذه كمين. نعم. سبب هالشي لأنه كان أصعب دور، لأنه عندك 40 صفحة وعندك تعرف المحامي ضروري يلعب دور المحامي، وعادة المحامي لما يطلع على 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 المحكمة في نوع من التمثيل المسرحي بيعمله. نعم. كيف مشت هو يعني بده عنده شو بده يعمله. فبلشنا نبرم كتير، والحقيقة أنه ما فيش كتير أدوار بالأعمار يلي كان مطلوب فيها لدور وجدي وهبي موجودة بلبنان. أكترية الممثلين بلبنان أعمارهم أصغر بكثير. نعم. بالعشرينات والثلاثينات. فقلت قعدنا 3 أشهر وقلت كل الناطرين تقريبا كل الممثلين لقيناهم، بس بعد ناطر حتى نوصل لكميل سلامة. بعد ما عملت 4-5 كاستنج مع كميل، طلعت ودخل كميل من الكاستنج ايجنت، طلعت لعبله قلت له بفتكر عنا فيلم، فصدقني فتحنا قديمة الشامبان وصرنا نرقص مثل ما عم بتذكر، حتى عند الفيديو عنده كيف سجلوا لي اياها نحن عم نرقص قد ما انبسطنا، لانه كنت موتر على الدور اكثر شيء، لانه اطول دور واصعب دور، يعني ما في تقول اصعب، كل الادوار صعب، كل الادوار بدها شغل، بس كان اطول دور بده تركيبه من جوا. كميل لما بلشنا نشتغل مع بعض مثل كأنه في سد ماسك شيء، ما فلتت أول بحثة فتح السد كله، يعني خلص صرنا لقطة لقطتين يمشي الحال. وبعدين تعرف أنا على طول بتخوف الممثلين اللي عندهم تاريخ مسرحي، فلأنه على طول في الأوفر، بس قوة المسرح اللي آخر شيء غصبني جبرني أقتل فيها كميل سلامة، انه في تقنيه كثير قويه، انه كان كميل بسبب الماضي تبعه بالمسرح كان يعمل بس شغله كثير 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 ضابطه على كل وقت ذات شيء، يعني كل ما نغير زاويه كاميرا ما يغير البلوكينج، يعني ما فيش ارتجال، انا ما بشتغل ارتجال ولا ابدا، نحن لما نبكل السيناريو بنبكله على الفاصله، بيجي عند كميل قبل التصوير بيقول لي انا بفضل مثلا احط هالجمله او هذه الكلمه بتناسب اكثر، لما نعمل التعديلات ويوافق عليها 99% بتبقى مثل مصبوبة بالبطون، ما فيش كتير ارتجالية. وبعدين النص اشتغلنا أنا وجوال كتير عليه، بدون شكل ممثل بيزيد شيء من عنده لحتى يكون سهل أكتر بالنسبة لأنه لتطلع الكلمة مسبوقة أكتر. بس قوته لكميل مثل قوة كل الممثلين على الفيلم، إن كانت دياما أو ريتا أو عادل أو طلال جري أو جولي أصار، كلهم في عندك تقنية رائعة بهذا الفيلم. وحياة الله لما هل بدي لك شغلة، لما ربحنا بفنيز اشت لعندي أنات بانينج اللي هي كانت رئيسة اللجنة بفنيز اللي أعطت التمثيل، صدقني اللي عم لك إياها، قالت لي قررنا جماعيا باللجنة الجوري أنه نعطي أحسن جائزة أحسن ممثل لثلاث ممثلين تبع الفيلم، يعني كميل سلامة، عادل كرم وكامل الباشا، يعني اتس ان انسامبل كاست، خلينا نقول اورد مثل ما كانوا بيعملوها بكان بعد. نعم نعم. اخذوا القرار وراحوا على رئيس مهرجان فينيس باربيرا واقترح عليه انه نحن ما صارت عندنا بتاريخ المهرجان تبعنا بفينيس انه نعطي جائزه لعده اشخاص،
الجائزة لازم أن تختصر على شخص واحد وراحت لكامل الباشا. نعم. وبيستحق كامل الباشا. وبالفعل لأنه كامل باشا كمان ربح بتعطي إثبات لهولي يلي جربوا يخونونا أنه نحن عم نتآمر ضد الفلسطينيين. نعم. ونحن عم نتعامل مع سوريا. هذا كله أكل هوا. إلى حد ما معنويا كمان ربح. نعم. لنا كامل الباشا. بس دور كميل ودور عادل ودور كل الممثلين كان بياخذ العقل. ما أنا مش ضروري ليك أنا صرت أبرر موقفي، مش ضروري دافع عن حالي، الفيلم حاله بيدافع عن حالي. أكيد زياد شكرا لأنه قدرت تعطينا فيلم بيشبه صورة هالقد بتعكس الشارع مثل ما هي، وهيدا واجب على كل حال السينما كلنا بقلبنا وبعقلنا وبكل شيء معكم بأربعة شهر، لأنه مش قبلانين أنكم ترجعوا إلا ربحانين، مع أنه نحن بالنسبة لنا لبنان وصل من خلالك ومن خلال The Insult وكل فرد من أفراده. وبشكرك على هالمداخلة، بعرف قدي الضغط بالتحضيرات، كلكم رايحين على الأوسكارز، كيف رح تكونوا موجودين أكيد بالحفل بأربعة شهر؟ ليك لجنة الأوسكار بتعطي أربع بطاقات بس. نعم. عم نشتغل فنشوف شو فينا نعمل، عم بركي مستأجر طيارة بكي نعم مستأجر شبار نقعد كلنا بس إيه مش عارفين كيف نوصل عادة، بس يعني ما فيك تتفاوض معهم، تعرف القوانين تبعيتهم كثير ستريكت، ما فيش وصايد يعني. نعم. فعم نشوف شو بدنا نعمل. أكيد. المخرج زياد دويري شكرا لك وموفق، وإن شاء الله منحتفل من بعد 4 أدار 2018 كلنا سوا، ومنرفع نخب لانتصارات تانية كمان، لأنه هيدا منا إلا البداية. شكرا لك المخرج اللبناني العالمي زياد دويري، أهلا وسهلا. مرسي لك ومرسي لكميل، بوصل لكميل ما بعرف إذا عم يسمعني. عم يسمعك أكيد. وصل وصل. أهلا وسهلا فيك، يا هلا. أوكي اشتقنا لك. عم بقول لك اشتقنا لك. وانا كمان. شكرا للمخرج زياد دويره، هيدا زياد يلي حكى بكل امانه بكل شغف بكل هيك حقيقيه لما اجتمع بكميل سلامه قال صار عنا فيلم، ومن هون كانت اول مره بتسمع الخبر. لا خبرنيها بس بعدين من بعد ما خلص الفيلم. نعم. وكل شيء. شوف انا بحترم الشخص اللي بيعرف شو بده وهو حر. انا وقت تلفنوا لي انه تعمل كاستنج بتركض عم خبر ناس قال كيف بتعمل كاستنج كيف لعبه السينما، لعبه الكاستنج اهم شيء بالنسبه للمخرج. انا زياد دويري ما بعرفه قبل، ولا مره ملتقي فيه، ولا عندي اي ما في لقاء سابق، ما بعرفه. حضر له وست بيروت وحضر له ليلا ديسا، قالوا لي في فلان رح بده يتعرف عليك، بروح بتعرف عليه. إذا هلأ خريج جامعة بده يعمل فيلم وقال لي بده يتعرف عليك، بروح بعمل كاستنج معه. شغلة هي من ضمن المهنة، من ضمن، مش معناتها أنه أنت أقل من غيرك، أو إذا ما أخذك معناتها أنت فشلت. لا، إذا هو عارف شو بده أنت بتحس من أول لقاء إذا عارف شو بده. وأنا اللي بيعرف شو بده بيكون قطع خطوة طويلة كبيرة 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 معي. طبعاً توافقتوا على يعني الشخصية يلي كنت عم تشتغلها، شخصية المحامي وجدة وهبي، كنت أنت شايفها بطريقة وهو بطريقة، أو لا اجتمعت الرؤية لحتى وحدتوا الخط؟ بدك تعرف تقرأ الأشياء. الممثل اللي بيعرف يقرأ بيعرف قديش الدور بيزكزكو كممثل. وهون بحب بس افتح هلالين عن الدور وعن الممثل. نعم. الممثل مش هو الدور، مش هو الشخصية. نحن بعدنا بنخلط بين الشخصية والممثل. مرات بيحكموك مش عن هيدا الدور، أي دور تاني، إنه أنت هيدا. بينما الممثل عادة، وصارت مبينة معي بكذا مرة، أكتر أدوار بتناسبه تيبدع فيها هي الأدوار التي لا تشبه شخصيته بالحياة إطلاقاً إطلاقاً. بالنسبة للدور هيدا قريته. نعم. لقيت قديش فيه شغل، طبعاً جلسات كذا مكثفة مع المخرج مع الممثلين لحتى نقدر نتفاهم. بالنهاية كل فن هو لعبة فريق، بس الفن المسرح تلفزيون سينما إذا ما كان لعبة فريق ببين نقاط الضعف يلي فيه. نعم. واليوم بالحديث عن هذا الموضوع كمان في تحضير لعمل مسرحي. نعم. جديد رح ينطلق بالأول من أدار، خبرني شوي. مسرحية بأول أدار هي اسمها ترى نقشة. رح تتأدى ترى نقشة عمرها 31 سنة. عمرها 31 سنة. رح ترجع,
تنخلط اوراقها لا لا ما راح ينخلط شيء فيها. يعني بدل ما اجي اعمل شغله انه روح على المسرح الاوروبي واقرا مسرحيات مكتوبه سنه 1960 او 1940 واعمل لها اقتباس. نعم. في عندي هون مسرحيه عالميه، انا بفترض انها عالميه لانه صار لها 30 سنه طبعا. وعامل التيست هلا هي ذاتها حرفيا حرفيا طبعا مع كاست جديد مع ممثلين جديد بتنعمل هلا لجمهور هلا موجود، جمهور مسرح صار له يعني اللي حضرها من 30 سنة صار عمره 50 أو 55 سنة واللي ما حضرها رح يحضرها هلأ. أنا عم أقدمها كأنها هي مسرحية جديدة بسنة 2018. هذا كل ما يقال عن هالعمل بالوقت الحاضر اللي رح نشهده بالأول من أذار على مسرح دوار الشمس. دوار الشمس والتفاصيل بعدين كل ما كل ما قدرنا نعرف أكثر. هلا بالوقت الحاضر نحن بفترة التدريب. طبعا يعطيكم ألف عافية. وهذا الضوء غمز لنا لحتى ننقل من أول فقرة والعاني أخبار. حكينا كثير لنروح لولعاني بالزمانات. والعاني تفضل استاذ. يلا لحظة بس والعانة بالزمانات الفقرة الثانية ببرنامجنا اللي بتاخذنا شوي لورا للوقت يلي بيمرق بسرعة. الوقت بيمرق بسرعة معك أو بتحس الحياة حصلت على رواق؟ لا مش على رواق، حسب أنت بس تكون بالشغلة بتحسها عم تمشي على مهلة، بس تبعد عنها شوي بتقول أوف هالقد صار لمجل مرقت بسرعة. كل شيء نسبي. أنا يعني نظرية النسبية كثير أنا بحبها. كل نسبي، في شغلة بتمرق بسرعة، في شغلة بتمرق عمهلة، بس بعدين بتقول عن اللي مرقت عمهلة أف قد مرقت بسرعة، وعن اللي مرقت بسرعة قد مرقت عمهلة. حسب أنت وضعك، حسب الناس اللي حواليك، حسب الظروف اللي أنت عايش فيها، خلي الحياة تمشي. كل ما عم تطفي شمعة سنة كل سنة عن سنة بتفكر هيك بالعمر يلي بيمرق، بتعمل ريتروسبكتيف لورا بتقول هالسنة شو حققت وين أخفقت؟ لا 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 مش كل ما مرقت سنة مثلي، بس مرات بتكون عم تعمل شغلة بيطلع براسك فلاش قديم فبتفكر فيه، بتفكر انه حلو وقتها كان او مش حلو، حلو هلا يصير، بس ما كتير بفكر، ما بفكر يعني الماضي مش اخذ مني، بس الماضي مذكره كله. رح نرجع لهذا الماضي يلي عم تتذكره كله، وفي بالحديث عن الفلاش رح نرجع لفلاش بياخذنا لطرابلس او مطلع 1950 رح نحضر. هيدي الرشز ما فيها صوت، بدي اطلب منك حضرتك تعلق تقلنا شو عم نشوف. ايه بالبيت عنا ليك، البيت عنا كان في كاميرا 8 ملم كانت عند عمي. نعم. وهذا بيي، هذا الوالد. كان بكل المناسبات العائليه نتجمع يصورنا. هذا كميل عم بطفي الشموع. قاعد عم بطفي الشموع، نفسه مقطوع بوقتها كانت. ومش بس هيك، مش بس هودي الافلام. كانت مكافأتنا على أي شيء مناسبة كانت أفلام 8 مليمتر 8 مليمتر لتشارلي شابلن للورا الأند هاردي. يعني جلسة في مرة بالشهر مجموعة أفلام عم تجي وعم بحضرونا إياها. أداها الطفولة هيك حضرتك لشو أنت بدك تعمل بطريقة غير مباشرة، ويمكن لو ما عندك الشغف كمان ولو ما عندك هالشي بداخلك من جوا ما حدا كمان بوقتها أكيد ما بتكون عم بتفكر بشي. طبعا بعدين مع مرور الزمن بتصير انت تعمل تلاقي تفسيرات منطقية لما انت وصلت اليه، فبتقول ايه يمكن لانه نحن وعينا بالبيت على انه اللعبة هي لعبة الكاميرا. نعم. على الفوتو، على الصور، على الالبومات الموجودة، وعينا انه وقت كنا نترجى اهلنا تيسهرونا لحتى نسمع بالاذاعه اللبنانيه برامج تمثيليه نحبها. بتتذكر هالاصوات؟ ايه معلوم. ايه معلوم معلوم. برنامج الدنيا صور لاديب حداد، برامج محمد شامل كلها، برامج لإلي ظاهر. كيف كنت تحلمون؟ شو كنت تتخيل فيهم؟ ما بعرف، كنت تحبهم كقصص. كنت ترسم شخصيات؟ لا 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 بخيالك؟ لا الصوره ما كانت من ثقافتنا لانه ما في تلفزيون، انت عم تسمع راديو، عم تسمع صوت، فانت بتصير
يمكن تتخيل شو عم بيصير بس انت بتصدق انه هودي شخصيات، انه هيدا ابو ملحم، هيدا ابو بسام، هيدا الورويري وابو الدويري، يعني عم بحكي اشياء يمكن من جيل سمعها قبل. فهيدي الاذاعه مع افلام 8 ملم مع الصور مع المدرسه اللي كنت فيها اللي كانت كل سنه تعمل مسرحيه للكبار يجوا يحضرونا اياها، مع الكورال يلي دخلنا فيه نحن ونغني يعني الاغاني الاخوان فليفل، التراتيل اللاتينيه للقداس اللاتيني، كلها جمعت موجوده براس هالصبي هيدا او هالناس اللي موجودين، ويبدو انه البذره كانت موجوده. فحتى بالبيت، حتى بالبيت كنا مره بالسنه نعمل هيك تمثيليات صغيره واشياء، بس طبعا كل هالتراكمات من الطفوله للتربيه للمدرسه للبلد نفسه، انا مسمي البلد يعني طرابلس قبل بيت مري ايه قبل بيت مري، يعني انا طفولتي من عمر 1 لعمر 13 سنه كانت بمدينه طرابلس. فكل هالشخصيات اللي نشوفها على الطرقات، ابو سليم لما كان يجي ابو سليم نحن كنا صغار، يجي ابو سليم على النادي مطرح ما بي كان يشتغل كل سنه على عيد الميلاد، يجيب ابو سليم وفرقته يعملوا اشياء انت كولد تنبسط فيها. هذه كلها تراكمات موجوده بده يكون صقلت هالشيء الموجود وتبين بعدين انه هيدا هو الشغف، وتبين لمؤخر انه هيدا هو الشغف مش من اول ما فت على الاختصاصات. لما نحكي عن اول مرحله بطرابلس بعرف قد ايه المرحله عزيزه عليك، قد ايه تعذبت لحتى تتاقلم ببيت مري اللي هي كانت جبل وكانت منطقه تانية يعني مختلفة كلياً جغرافياً وكل شيء مختلف. يعني طرابلس بالنسبة لي هي البحر، هي المدرسة، هي أصحابي، هي فريق الفوتبول اللي تأسس بالمدرسة لما كان عمري 11 سنة وأنا كنت من ضمنه. أنا لما بي ترك شغله بطرابلس فنقلنا على بيت مري لأنه ما عاد عنده شغل هناك، وفي كان في بيت ببيت مري عمروا وجينا قعدنا فيه. انا ترجيته انه يرجعني داخلي على المدرسه. اف ترجيته ورجعني داخلي عادة بالعكس بيهربوا كانوا الاولاد. بعدين يعني ما اخذت وقت كثير، اخذت 3-4 أشهر وتاقلمت مع الاشياء، وطبعا مطرح جديد وناس جديد واصحاب جديد ومدرسه جديده. لا توصف طفولتك انا بتاقلم بسهوله. كيف توصف طفولتك؟ حلوة. بالحلوه؟ حلوه، طفوله عائليه بتميز. طفولي ما بتذكر فيها شيء بشع الا بعد وقت صار مثلا الطوفان بطرابلس والبيت كله قلق على اخوتي اللي طالعين من المدرسه، وكيف ضلينا المدري لاي ساعه سهرانين وانت المفروض تكون نمت، يعني كان عمري 6 سنين وانت حاسس انه في شيء مش مزبوط بالبيت. ال 58 احداث 58 كمان خفنا كثير بوقتها، بس يعني هيدي اشياء. بس طرابلس بالنسبة لإلي ذكرى حلوة وبعدها حلوة. يعني بعدني بروح على طرابلس وبمشي بالحواري القديمة اللي كنت امشي فيها، بعدها حلوة، بعدني شايفها مثل ما هي، شو ما تغير فيها. هلا ليش خيارك راح بالأول بدراسة للأدب العربي؟ شو اللي جذبك بالأدب العربي؟ ماشي جذبني بالأدب العربي، مشكلة عندنا بعدها لهلا بتصور إنه بالمدارس ما في توجيه. ما في توجيه، كان ممكن أعمل حيالله شيء. اي اختصاص كان ممكن فوت فيه. فكنت حب كنت اقرا، يعني تسليتنا الوحيده كانت القراءه. المجلات، يعني المجلات السياسيه، المجلات الفنيه، كتب جرجي زيدان قاريا شي 10 مرات كل كتاب، كتب مارون عبود، يعني عم بحكيك انا من عمر 13 لل 17. ذكرت السياسيه، اليوم بعدك بتتسلى بالقراءات السياسيه؟ لا ما في، ما بقى في شيء نقرا، ما في شيء، كلهم سكروا. ما لا بقرا يعني مجلات، يعني كان في كان يجيبوا على البيت مجلات وجرايد نقراها، اقرا بعض الاشياء فيها، اقرا الرياضه، اقرا بس اكثر شيء الكتب، يعني مارون عبود، جرجي زيدان، مخيل نعيمي، جبران خليل جبران، عاد ما نفهمهم عاد ما نفهمهم بس تعلق فيهم، ترجع تقرا القصه 100 مره. ف وظهر انه كنت وصلنا ل المهم اخذت الجزية بارتي اللي بسموها الفلسفه. طب فوت على الجامعه شو وقت تعمل؟ شو بتعمل؟ ما بعرف. تنفوت على كلية الأدب، قدمت على كلية التربية بالأول. كان بدهم 15 واحد للغة العربية، نجحت، طلعت الثامن، بس كنت رابع ماروني، يمكن بدهم ثلاثة.
فما أخذوني لأنه كانت كلها مقسمة يعني في كوتا مش مشكلة. فرحت على كلية الأداب وهونيك كلية الأداب هي من أهم 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 الخبرات يلي بحياتي، لأن كنا بالصف حوالي 70-80 شخص وكان عندنا من أهم الأساتذة يلي علموا بالجامعة اللبنانية، يعني فؤاد فرام البستاني ما راح أقول الله يرحمهم وما راح أقول أقول طبعًا. أحمد مكي، شيخ صبحي الصالح، جبور عبد النور، محمد المصري، حسين مروي، من أهم الأسماء كلهم كنا نقعد نحضرهم ونسمعهم ونتعلم منهم على 4 سنين. ف وطبعا بالسبعين يعني من 67 لل 71 كان في تلاقح فكري، كان في غنى 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 بالطلاب، يعني الطلاب كان كل واحد راسه شكل، بس كنا نعرف انه اذا هو حكي شيء وانا حكيت عكسه ما رح نطلع لبرا نخبط بعضنا، نطلع لبرا بنقعد مع بعضنا بنسهر مع بعضنا، بس هيدا فكره وهيدا كان فكري. في وعي هالقد ما بعرف يمكن يمكن هلا بنقول عنه وعي، بس هيدا كان مزبوط كان لما الحقيقة. شفنا العكس اننا اول ما كنا واعيين بس انه فرحت على الادب العربي وتخصصت ادب عربي وبلشت اعلم بمدرسه خاصه صحيح بالسبعين لما اكتشفت انه بالجامعه اللبنانيه في معهد فنون، رحت على معهد فنون تكمل دراسه الادب العربي. رح تخبرنا عن هذا الموضوع من بعد الفاصل. الفاصل الثاني اللي اسمح لي نفوت عليه نرجع له للمحور نفسه لحتى نتابع حوارنا بنفس المحور، نحكي عن معهد الفنون، نحكي عن المسرح، نحكي عن البدايات، نحكي عن الراحل الكبير موج بارة، نحكي عن محطات طبعت مسيرتك بالزمانات. يلا بريك ومتابع مشاهدينا مع بلا لقب هالمرة كميل سلامة. مشاهدينا منتابع نحن وياكم سهرة عمر مع كميل سلامة، بعدنا بولعاني بالزمانات. رح نكمل بموضوع يلي بلشناه قبل البريك، انتقالك لمعهد الفنون بهيدي المرحلة، ليش تعملت هالخطوة وقلت انه انت من باب انك بدك تكمل دراسة بالأدب العربي؟ بس خلص ليسانس أدب عربي، كان عنا دبلوم دراسات عليا اللي بتمهدنا لنعمل دكتوراه، فما بعرف شو اخترت موضوع عن المسرح، مسرح الأخوين رحباني من سنة كذا لسنة كذا، وتوافق على الموضوع مع أنه لأول مرة أصلاً ما كانوا يخلوك تشتغل عن حدا عن أعلام معينة إلا ما يكونوا مش موجودين يعني لا. وما لهم علاقة لا مسرح ولا شيء بالأدب يعني بالشعر. مهم وافق علي، وافقني الدكتور الله يرحمه الدكتور سعيد البستاني، فرحت عند أخوان رحباني على بدار وأخذت منهم مسرحياتهم القديمة وبلشت أشتغل عليها وعملت البلان وكل شيء. قال لي خلص بلش اكتب. قلت أنا بدي بلش اكتب عن المسرح، في فقرة عن المسرح، طب تعرف على المسرح أكثر، أنا ما كنت كتير أحضر مسرح. فعرفت أنه في معهد فنون، قدمت طلب وعملت امتحان دخول، بامتحان الدخول أنه يا لطيف الأساتذة طلعت الأول امتحان الدخول، بلشت أشتغل بلشت أدرس بالمعهد واخذني جرفني السيل، وقفت الدبلوم دراسات العليا بالادب العربي خاصه من بعد قصه المرض يلي الله يرحمه استاذ عاصي صار، وقلت انا خليني كفي ومشيت. كنت عم علم بهالوقت لغه عربيه وادب عربي بمدرسه خاصه وعم كمل المسرح. صحيح، بس شو الحدث يلي هيك او المرحله او الشيء يلي صار وحسمت خيارك انه لا انا هيدا الشيء اللي بدي اياه؟ مش لا ما في مش لا. انا كثير بحب اللغه العربيه والعربية. كثير بحب اعلم قواعد العربي كثير، وبعرف انه بس علمها انا بتمشي بسهوله، ما بقعدوا لي وسائلي متعه لي ومتعه لتلاميذي، وهذا استنتجته من بعد 12 سنه بمدارس الخاصه، من بعد 19 سنه بالجامعه اللبنانيه بمعهد الفنون، الى جانب تدريس التمثيل كنت درس ساعه لغه عربيه عندهم مقرر لغه عربيه قواعد عربي. المهم شو اللي خلاني وقف؟ ب 82 سنة 82 كان صار 12 سنة عم علم، ما عاد بدي أعلم تلاميذ بالمدارس، كنت صرت عامل مسرحية أو مسرحيتين كتابة وإخراج، وقلت أنا
خلص ما بقى بدي معاش اخر الشهر، مع انه كان عندي اول ولد عم يخلق عم يولد، كانت مرتي مستقيمه بي ابني الكبير، وكان اجتياح الاسرائيلي وكل شيء، يعني البلد كانت واقفه، بس انا قلت ما بقى الجليد اعلم خلص بالمدارس، فقررت انا بدي اكمل بهالمهنه وكملت لحد هلا. ماشي الحال، عم نلبس وبناكل وربينا الاولاد وقاعدين بالبيت الحمد لله، نشكر الله ماني ندمان اطلاقا. وعلى كل حال رجعوا مارك وكارل مشوا على خطاك، رح نحكي بهالموضوع بعد شوي لقدام، ولكن بدي ذكرت القواعد باللغه العربيه، واذا بدي احكي عن قواعد المسرح مع استاذ كبير اسمه ريمو جبارة، خبرنا عن القواعد بهيدي خليني اقول بهذا المكان. اهم قاعده عند استاذ ريمو جبارة انه لا قاعده، ما فيش قواعد، حب وخلي اللي معك عم يشتغلوا يحبوا بتنجح المسرحية. ما تخلي حدا مزعوج، اشتغل من قلبك، انبسط باللي عم تعمله، انبسط انت وجاي على الطريق، انبسط مع الناس اللي عم تشتغل معهم، عرفوا انه انتوا عايشين مع بعضكم 3 أشهر، شهرين تمارين وشهرين عروض، يعني انتوا عم مع بعضكم. شو اكتسبت منه؟ كتير اشياء، كتير اشياء، او اهم شيء اهميه الانسان اللي عم يشتغل، اهميه الانسان اللي عم يشتغل واهميه الانسان اللي عم يحضر، هودي الاثنين هن الاهم، هودي اللي بنجحوك بخلوك مبسوط. اذا انت مبسوط وفرحان وحابب اللي عم تعمله، لو اجا 200 شخص لو اجا 10 اشخاص، انت فرحان، انت مبسوط، انت حابب اللي عم تعمله، اهم شيء بكفي. وهي أهم شغلة، أهم شيء بأي مهنة، إذا مش حابب اللي عم تعمله ما بتمشي حالك. من كميل سلامة ومن سهرة عمر تحية لروح ريمو جبارة، لهالإنسان يلي له فضل على المسرح، على الفن الحقيقي يلي هالقد ثابت مثل خشبة المسرح، ومنك التحية. رح نشوف استاذ ريمو، ما حدا بيقدر ينكر حضوره بالوجدان اللبناني وبالمسرح اللبناني، عطى كتير واشتغل معه ناس كتير، ما بفتكر حدا اشتغل معه وما حب طريقة شغله، بس كمان أنا ما بدي أنكر أو يعني ما أذكر كل الأساتذة يلي احتضنونا بمعهد فنون واللي اشتغلنا معهم كمان، يعني استاذ انطوان ملتقى، ست لطيف ملتقى، استاذ شاكي بخوري، استاذ موريس معلوف، استاذ يعني في كثير اساتذه، استاذ جلال خوري الله يرحمه، كلهم هودي صقلونا وخلونا نحب هالمهنه قد ما هن حبوها. طبعا انا يمكن لي الحظ اني اشتغل بمعظم مسرحيه استاذ ريمو جبارة، واني رافقه فيها، وانه هو يخصصني دائما 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 بدور اساسي، هو بيعتبره اساسي، يعني هو بيعتبره اساسي، وكان يقول انه انا بحط كميل اول واحد بيطلع على المسرح لانه بيلقط الناس، وانا قال مره انا ما بتصور اني اكتب مسرحيه ما يكون فيها كميل سلامه، وهذا الشيء بيشرفني انا. ده هذا الكلام كمان يعني بالأعمال اللي حضرتك كتبتها، إن كان بالمسرح الصغار خليني أقول، مسرح كمان امتد وبعده مستمر لليوم. اليوم لما نحكي عن مسرح كميل سلامة، أداه هيك الروحية، شو السيكرت انجريدينت يعني بينك وبين حالك، شو الهوية اللي قدرت تخلقها بهيدا المكان بهيدي الصومعة المقدسة لما نحكي عن مسرح كميل سلامة؟ في سحر خاص يعني لما نحضر إنجازات حياة، لما نحضر كل الأعمال السابقة، يعني عن جد ما رح عد لأنه كلنا بذكرتنا في عمل أو عملين أو 3 أو 4 أو 10 أو اللي هن نتذكر فيهم ومنتوقف عندهم. صعب أنك كنت تخلق هيدي الهوية، قدي شقيت لحتى توصل لها؟
لحتى هيك تقدر؟ لا ما شئت ابدا ابدا ولا تعبت. يعني ما تعبت بالمعنى التعب الكل بيعرفوه او المعاناه. تتعب انت جوا، تتعب جوا. السر انك ما تظهر تعبك ولا تخلي غيرك يتعب منك. يعني بدك تكون، انا بقول في نوع من المصل، اذا بتقدر تمرقوا للمجموعه اللي عم تشتغل انت وياها بيصيروا يسبقوك على الريبيتيسيون على التمرينات، بيصيروا يعتلوا هم اكثر منك، بيصيروا يوصلوا على الوقت اكثر، بيصيروا ينتبهوا على اغراضهم اكثر، بيصيروا اذا لقوا ورقه على الارض هن يلموها، لانه بشوفوك انت عم تعمل بدون ما تطلبها منهم. فالحمد لله. ويمكن من هون ايمانك انه المسرح بالنسبه لك مش مصدر عيش لحتى ما تضطر تعمل شيء مش مقتنع فيه مثل ما حضرتك بتقول. هو منه مصدر عيش ان عملت او ما عملت، ما بحياته كان لحدا مصدر عيش. مصدر عيش يعني من وقت ببلش لوقت بتوفى، ما بحياته بده يعمل، بده يعمل مليون شغله تاني طبعا. حتى يلي بوقت من الاوقات يعني لقينا انه عملوا مسرحيات واشتغلوا 6-7 سنين ويا لطيف، بعدين بدهم يوصلوا لوقت خلص، ان كان المسرح او صحيح. التلفزيون او اي عمل فني، لانه كميه الناس ما بتقدر تخلي هالكمية من الممثلين او المخرجين او الكتاب تعيش 70-80 سنة من وراء العمل الفني. أضو غمز لنا بإشارة منه لحتى ننتقل بعد انه فينا نرجع بالزمانات لكثير محطات تانية، ولكن رح نروح للفقرة التالية والعاني أسرار. بس ليش بالعاني ما فهمت؟ والعاني أسرار، وعلقت على كلمة والعاني لأنه دايما أوقات بقاموسنا والعاني بتكون على الطرقات، والعاني بشاعة والعاني أنت عارف أنه في قاموس، هيدا القاموس القرن 20-21 نعم. ما بفهمه. إذا غنية حلوة بيقولوا كسرت الأرض، خي ليش بتكسر الأرض؟ بتعمر الأرض. بدنا نولعها، لا بدنا ننبسط، ليش بدنا نولعها؟ أحسن شيء، أكثر شيء ما بحبه وقت واحد بيقول عن شغلة كتير حلوة بيقول بتعقد. ما فهمت، هيدي سلبية، بتعقد بتقول واحد معقد؟ يعني قولوا أشياء حلوة كتير، قول مسرحية ناجحة، غنية حلوة جميلة لذيذة ما حبيتها، بتكسر الأرض على كل حال. ولع ولا يما، أنا معك. بوجودك على كل حال معمرة، طالما نستعمل اللكسيك اللي حضرتك بتحبه بالعكس. يلا قول. لما نحكي عن الأسرار يلي أوقات في كتير ناس بيمرقوا بحياتنا، في كتير مواقف، في كتير من المحطات يلي منأتمن فيهم بخصوصية معينة بشغل، مش كل الناس بتكون على قد هالحمل هالمسؤولية هالأمانة. كميل سلامة من النوع يلي بيسلم بيوثق أو لا؟ أنت حدا متحفظ والأيام يمكن علمتك أو أنت بشخصك هيك بهالطبع؟ أنا بقول عن حالي أنه بدرس الأشياء كتير قبل بوقت، بس عندي خصلة ما بتسوى، أني بوثق قوام ومرات كتير باكل بوكس. يعني ما بقدر فكر بالشخص سلبيا من اول مره. اف إيه. تبين لي هالشيء. يعني بقول انا ما بدي اعمل هالشغله لانه بيجي حدا تاني بيقول لي طيب استاذ فينا نعمل هالشيء، دغري جوابي دائما ايجابي بالاول. مشان هيك هيدا طبع، مش انه فظيع انا واخلاقيتي عظيمه، طبعا بتفترض انه الاخر نيته مثل نيتك، وهذا مرات بتوقعك بمشاكل وبيوقع الواحد بهالشعور يلي بحس حاله في هيك عدم توافق بالاراء، بحس حاله مغبون ببعض الاحيان. ايه بس ما انا شخص بتحس حالك مغبون. نعم. بس ما بقعد وبحط الهام، ببرم ظهري وبمشي. قمة الرفض عندي مش هو لا النق ولا الندب ولا الهجوم، ببرم ظهري وبمشي. إذا لا النق ولا الندب ولا الهجوم، في ندم بمسيرتك؟ ندم بينك وبين نفسك،
في غصات صغيرة أكيد أكيد، بس ما بخليها يعني بيني وبين نفسي، ما بخلي مثل ما قلت لك ما بخلي الآخر يحس إنه أنا زعلان أو تعبان أو لا. حتى لو عائلتك زوجتك بلا وولادك؟ بلا بلا، في يعني في شخص واحد بالحياة يمكن زوجتك. إيه لينا. أدالينا كل شيء. أدالينا هي يعني الشخص يلي ما كان فيك تختار أكثر حدا بيرفكت إنه يكملك يكون هالقد رفيق درب معك. اليوم من بعد كل هالعائلة يلي بنتوها وقال يخلي لك إياهن وكل الأشياء اللي مريتوا فيها، إن كان أنت على صعيد المهنة أو حتى كمان على صعيد العائلة وعلى صعيد بلد، لأنه بلبنان الكل مرق بكتير محطات. اليوم هيك بس تطلع بلينا شو بتقلها؟ شو اللي هيك بتقري بينك وبين بعدك يلي قلته هلا انت كريم. بعدك بتحبها بنفس الطريقه مثل اول نهار عرفتي؟ هيدي هيدي اشياء ما مش حلو تنحكى، يعني ما بتنحكى، هيدي بتنعاش بجزء إيه. بس ما انه يعني هي ما طريقه عيش اكثر من طريقة من عايش. كلام هي طريقه عيش، طريقه احترام، طريقه عيش يعني. اذا بدنا نحكي عن العائله، شو نقلت من الفتره اللي عشتها بطرابلس اللي هي من عمر الولاده ل 13 سنه تقريبا، شو اللي حاولت تحافظ عليه لتنقله لأولادك من خلاله؟ يعني هيدا دفع العائلة، الأشياء اللي كنت عم تحكي عنها مش بس بطرابلس، دفع العائلة ضل معي لوقت رحلوا الكبار يعني. بتحاول أنت ما بتفكر فيه، يعني الواحد ما بفكر أنه أنا بدي أعمل هيك، هيدي نبع ماشي، مرات بينزل فيه حجر بتشيله بتكبه، بس نبع ماشي. أنت يعني أنا ما بتصور أنه إذا رجعت فكرت بكل شيء مرق وشو عملت أنا وشو عم بعمل هلأ، بلاقي إنه هيدا مثل ما بيقولوا تحصيل حاصل، بلشت هيك مشي هاي الطريق من هون، أنت بتكمل بنفس الطريق. مش يا لطيف إنه إنجاز مني أنا، واحد بس يحطوه بهالشخطورة الورق اللي بتحطها بالعين أو بالنبع يلي نازل من الجبل، بدها تمشي بالطريق يلي رسم لها ويلي بلشت فيه بدون ما نفلسف الأمور. الصور يلي راكبة براس الولد أو موجودة عنده صارت جزء منه، من تكوينه، من تكوينه المعنوي، من تكوينه النفسي، فتصرفاته بتكون نتيجة لهالتكوين هيدا. ما في شيء هلا، هو بيشتغل على حاله بكتير أشياء، بيشتغل على حاله بكتير أشياء، بس بترك الحياة تمشي لوحدها هي بتوصلها. ده أنت ولينا كمان هالقد في يعني تواتر بالأفكار بالخطوات، يعني كمان هي ما بتقبل تسافر أو ما بتقبل تروح محل إلا ما تكون أنت وياها؟ ما بعرف بلا ليش لا، نحن هيك خبرونا لا، إنه ما هي ما بتقبل. إيه يعني بجوز ليش سألتوا ولا؟ ما هي اللي خبرتنا. هي خبرتكم؟ والله هي اللي خبرتكم؟ والله مش قليلة. مزبوط بجوز، بس إذا صار في مجال إيه ليش لا، يعني إيه راحت مرة. ولكن من المفضل إنه تكونوا دايماً هيدا مش قصة سفر، يعني هي مش لعبة سفر. ليك مرات بتحمل معك الشخص حتى لو ما كان معك، مرات أنت وشخص هالقد راب بتقدروا تقعدوا ست ساعات ما تحكوا ولا كلمة، بس ولا واحد بحس انه الثاني منه موجود، ما بيكون في فراغ بالعالم. ما في يعني ما بعرف. شوف وقت واحد بيكون جوا بقلب الشغله ما بيعرف يوصفها من برا، غيره يوصفها يصطفل شو ما وصفوا لك ما بدك. انا ما بعرف، انا ما بعرف اوصف الاشياء، انا بعرف عيشها. انا بتقلي مثلا شو عم تعمل، كيف عم تشتغل بالمسرح، بيقول لك ما بعرف، انا جوا، انت برا عم تقشع اكثر مني بهالبساطه. رح نتابع بالأسرار، رح نرجع بشق آخر للعائلة كمان، ولكن بدأت توقف عند العمل. أوقات في أعمال بتنشغل وما بتنعرض أو بتكون أعمال ما بتبصر النور أو ما بتاخد الوهج اللي لازم تاخده، بتزعل شوي، بتحزن الفنان، بيكون شايف فيها بوتنسيال معين وما بيقدر أنه يوصله للناس. مثل شو مثلا؟ يعني لما نحكي عن فيلم لبنان رغم كل شيء، هالفيلم يلي ما ابصر النور مثلا، انا ما شفته. عندي قطش منه بس انا ما شفته الفيلم، ما حضرته، لانه وقت انعرض مره واحده كان يعني نهار العرض كان اكثر نهار وفيه والعين الدنيا بالبلد، يعني ما بعرف بالثمانينات. لبنان رغم كل شيء لاندري جدعون. لاندري جدعون
رح نشوف كان ريموش بارا رضا خوري. انا كان عندي دور صغير انا ومن الطايع يعني هيدا الدور اللي موجود رح نشوفه هيدا هي ما في غيره رح نتشارك كمان محامي يلا منشوفه بس بنعرف كمان ندخل بسرعه بالوضع جديد جواب على التليكس وصل وين صرته البضاعه فيها توصل بعد 3 ايام شو يعني بس اليوم رح اطلب تاجيل الشحنه لا يا متر لا نهار واحد تاجيل بهلكنا بهالمشهد لأندري جيدون روبلان رغم كل شيء شفنا رضا خوري شفنا كميل سلامة شفنا منى طايع وشفنا كمان ريمو جبارة أدي هيك فيها المحطات لما تحضر هيك رشز لما ترجع لمقتطفات خليني أقول من هديك المرحلة لشو بتحن أكتر شيء اليوم فقدناه بالعمل بهالمجال شوف إذا بدك تحكي عن الفيلم هيدا ما عندي كتير ذكريات عنه بقول لك بحن مثلا مع انه انا يعني كثير انحطيت باطار 10 عبيد صغار كثير بس بقول لك بحن لطريقه الشغل يلي انشغل فيها 10 عبيد صغار طريقه الشغل كنا نتمرن على الحلقه 2 3 4 5 بحضور المخرج استاذ جان فياض باداره مدام لطيفه ملتقى لا. كالتمثيل ونروح نصور نهار الجمعة كله من الصبح للساعة 1 بالليل هيدي الطريقة برأيي أنا هي يلي عطت هالمسلسل قوته الفنية التمثيلية الإخراجية لا. هلأ طبعاً ما فيك تجي تتمرن 5 أيام تتصور حلقة إنما بحن لنوعية الشغل الجدي لنوعية الشغل الجماعي لوجود إدارة الممثل على الست يلي بنفتقدها اليوم طبعا طبعا هيدي كثير مهمه صحيح. الممثل دائما بحاجه لحدا يشوفه ويقول له مهما كان نجم رح نتابع بهالاطار ننتقل للقسم الاخير من حلقتنا لحتى نختم فقره الاسرار ونروح للصحافه كمان يلي لها حصه اخيره بحلقتنا بريك اخير استاذ كميل مننتقل لقلو ومنرجع مشاهدينا نحن وياكم مع The One and Only كميل سلامة مشاهدينا منتابع نحن وياكم سهرتنا بالقسم الأخير من سهرة عمر مع كميل سلامة لما نحكي عن شغل لما نحكي عن العائلة لما نحكي عن الحياة يلي بتمرق لما نحكي عن كل ما الواحد بيمرق فيه بلبنان يلي مرينا فيه كيف هيك وفقت بين العمل بين العائلة بين كل يلي لبنان مرق فيه يقست ببعض الأحيان أو ما بتحس بهذا الشعور كنت دايما بإرادة الحياة والشغف للي عم تعمله عم تتغلب على كل الأوقات الأشياء اللي هيك تحبطك شوف كلمتي قست كبيرة بس كل واحد منا مرق بلحظات قرف مرق بلحظات بأكثر من لحظات سودة كتير مرق براسه أشياء كتير إنه شو عم بعمل نعم. هون ليش بعدني هون فكر بإنه يهاجر فكر بأشياء تانية أكيد كلنا مرقنا ما كانت الحياة دائما زهرية وكان فيها كتير مشاكل بس الحلو انه الطبع انسان بينسى يعني انت بتقول انا خلص بكرة اذا ما صار هيك انا فيلل بيجيك شغلة تزبط تفكر انه رح كل شيء رح يزبط بترجع بتشتغل بحياتك على اساس انه كل شيء رح يزبط بيرجع بيجيك تاني ضربة بتقول عما يا ريت هديك المرة عملت هيك ترجع بتعيد ذات الشغلة يعني أكيد مرقنا بكتير ظروف بشعة كتير أكتر ما بتتخيل وصارت الاستمرارية لأنه بالنهاية في عندك إيمان في عندك حب للأشخاص يلي معك للناس يلي معك بالنهاية الوطن هو الناس أكيد الناس يلي معك والناس يلي بتحبهم لما هني يبطلوا أنت بتبطل طالما هني موجودين أنت موجود وناس اللي معنا على الهوى هلا اكثر من انه بتحبهم روحك وقلبك وحياتك كلها كارت سلامه مساء الخير مساء الخير كيفك
الحمد لله. أهلا وسهلا فيك كارل. لما نحكي مع الوالد عن مسيرة عمل مسيرة شغل، لما نحكي عن كمان هلأ الأوسكار نومينيشن ل ذا انسلت، لما نحكي عن قيمة فنية إضافة للفن بلبنان، في جانب آخر عائلي أو طباع يمكن ما بنعرفها عن كميل سلامة. أنا بس بدي أطلب منك هيك تخبرني عن يلي ما بنعرفه عن الكاركتير تبع، عم بقول لك ما تخبرني بس مبلا خبرني. هيك خبرني شوي عن الجانب الآخر لكميل الأب، كميل يلي بيقعد معكم بيسمع لكم بيشارككم بأفكاره بتشاركوه بأفكاركم. خبرني عن الجانب الآخر يلي ما بنعرفه بالإعلام عن كميل سلامة، تفضل. ما هلا أنا ما بعرف شو الجانب الآخر اللي أنتم بتعرفوه، يعني أنا بشوف إن هن مش كتير بعاد عن بعضهم يعني. نعم. لأنه في بفتكر إنه في شفافية بالحياة وعلى التلفزيون، إذا أنت عم تفترض إنه الجانب اللي بتعرفه بتعرفه من وراء التلفزيون. صحيح. بقى أنا ما بشوف إنه في يعني في كادر مرسوم كتير وملمع يعني غير الحقيقة. وبفتكر هذا الشيء ببين، لأنه دايماً أي شيء بيقوله أو أي موقف بيقوله بيكون يعني صادق وبيعبر عن رأيه، وإذا ما حابب يقوله بطريقة كتير مباشرة بتعرف كيف يقولها، بس ما بيكون عم بيقول شيء مش مقتنع فيه. نعم نعم. وهيدا يلي حتى بالبيت دايماً بيكون موجود، اللي هو الواحد يقول لي مقتنع فيه، وهذا اللي تربينا عليه. تربينا على مبادئ نحن إذا بدك، وكانت ما كانت تنعطانا بشكل نصايح بالكلام. يمكن نحن شفنا كتير إشياء وتصرفات ومواقف، وثقبت إنه كبرنا وربينا كتير منشبهه بمحلات بلا ما يكون في دروس بكل المبادئ اللي عم لك عنها. كارل ان شاء الله بيضل فوق راسكم، وان شاء الله دائما هيك بتضلكم هالعائله الحلوه المجموعه. انا بدي اشكر مداخلتك، تحيه لماركو للوالدة كمان، شكرا لتعاونكم كمان معنا بتحضير هيدي الحلقه، وشكرا لك. اهلا وسهلا فيك، يعطيكم العافيه. يا هلا. شفت اللي كنا عم بقول لك اياه، هو اللي حكيتك قبل شوي عن صحيح. المسرح، عن الناس اللي بيشتغلوا معي بالمسرح، هل قد في حقيقيه شفافيه؟ هل قد في واقعيه؟ والله ما بتحرز الشغله، يمكن لانه صار فيها هالقد تزلف بطلنا عم نقشع الصحه من الغلط. لا اقول لك شو، هلا في مقوله انه يا لطيف انت شو منيح ويا لطيف. لا، هو المشكله الكبيره اللي ما حدا عم ينتبه لها، انه الشخص اللي بيعمل الاشي اللي لازم تنعمل بيقولوا عنه عظيم. يعني يلي بيجي بيدفع لك اخر الشهر كتر خيره دفع، لا هو وجبته يدفع لك، عرفت شو قصدي؟ يمكن الانصات يعني المعادله بالقلب. انا قايل شغله مره بروبورتاج، انه اذا انت حسيت انه لازم تقول شكرا لحدا عم يعطيك حقك، عرف انه في شيء غلط، هيدا حقك. فليش واحد بده يعمل حاله؟ هيدي هيك الحياه يلي مثل ما نحن بنعرفها. اوكي، يمكن صرنا من جيل الديناصورات، يمكن بس ما بنعرف نعمل غير شيء، مش لانه نحن كثير منيح، لانه هذا اللي بنعرفه. لحتى نختم هيدي الفقره بدي روح لفيديو حصري لنا من كواليس. شو بكون من كواليس؟ يعني ما فينا الا ما نتوقف عندها، ما رح افصح شو هي، رح طيب يلا فرجيني ونرجع نعلق ونختم الفقره. فرجيني. الله يستر الله يستر الله يستر. بدنا ناخذ لقطه لجينا ركدي لهون، ولقطه لك ركدي لهون، وبعدين صابر تمام داره هونيك بقول له روح خلصوا، ما روح خلصوا. انت لقطك انت جاي شفتي فرمي، بتقولي له فرمي امي، شو فرمي شو عم تعمل عندك؟ شو عم تعمل عندك؟ ايه انت وهذا، وبتجي لهون بتلاقيك اللي تبقى بعدين هون بنكون بهيدي التحتين كروشيه. هيدي من اخر حلقه من الموسم الثاني لنيال البيت. شو سر نجاح بنيال البيت؟ الناس اللي اشتغلوا، كيف اشتغلوا، المخرج الله يرحمه استاذ فارس حاج اللي بين قبل شوي، السر نجاحه انه الشخصيات كانت منفصله عن بعضها، بيعرفوا كل واحد عنده شخصيته. نجاح هو التمارين، نجاح هو اداره الممثل، نجاح هو النص، نجاح هو المخرج، نجاح هو هالفريق
هالفريق من الممثلين الكبار يلي كل واحد لقط شخصيته وكان جاي مبسوط فيها، يعني يقروا النص بالبيت يجوا على السات عم يضحكوا شو هيدا المكتوب هون، شو هيدا المكتوب هون، يعني نعمل تمرين نعمل البلوكينج، يطلعوا يصوروا ويعيدوا وينبسطوا. والناس حبت لأنه لقيت أنه في كوميديا بيسمحوا لها تفوت على بيوتهم. مسموح مسموح أنت ببيتك مسموح تحضر كوميديا عائلية. أنا كذا شخص يقول لي نحن عم نحضر أنا والولاد ومدام اليوم عنا كوميديا عائلية على التلفزيون؟ ما عنا كوميديا بالمعنى هيدا، يعني بمعنى عنا سكتشات بجوز بس مش بهذا المعنى. ما بعرف صدقني، ما أنزل عن جد مرات بستحق أحضر فما بحضر. الفقرة الأخيرة والعانة مع الصحافي مع كميل سلامة لحتى نختم الحلقة. هاي الله يستر. الفقرة الأخيرة والعانة مع الصحافي، ومثل العادة بناخذ مداخلة من صحافي بنختم معه بها الحلقة بثلاث أسئلة بيطرحهم على ضيفنا. والليلة صحفية بتتنفس سينما وبتعشق السينما الصحفية يلي كتير بعزة وبحترمها جوزيفين حبشي. مساء الخير. بونسوار شادي. مساء الخير، أهلا وسهلا فيك. حضرتك معنا بحلقة الأستاذ كميل سلامة مباشرة من الاستوديو. بونسوار. بونسوار استاذ كميل. شو بدي اعمل طالع لك بالسحبة انا وين ما كان؟ نيالي البيت. الله يخليكي. ونيالنا نحن على كل حال. جوزيفين تفضلي مباشرة إلى أول سؤال بتطرحيه على استاذ كميل. قبل السؤال أنا بدي أسأل استاذ كميل بيني وبينه بس هلا عن جد يعني بدك تسمح لي بارك له الليلة علنا على وصول ذا انسلت الاوسكار، بدي بارك له لإله لزيار لجوال لكل العاملين بالسين من اسفل الهرم لقمه الهرم، قل لهم انه عن جد رفعتوا لنا راسنا، فرحتونا ونحن عبالنا نفرح، خليتونا نفتخر نشوف حالنا، عن جد يعني ذوقتونا طعم الربح، انتم حققتوا انجاز وسابقه بتاريخ الاوسكار، وكل شخص بيقول حكي غير هالحكي ما بيكون لبناني. لبنان كله فخور فيكم، ثانك يو وعن جد فرحتونا. ميرسي لكم. مباشرة إلى أول سؤال. أوكي، أول سؤال أستاذ كميل، أنا ما رح أسألك ليش أنت غايب عن التلفزيون وعن الدراما التلفزيونية، لأنه تقريباً أنا بعرف الجواب، بعرف إنه يمكن كل شيء عم يتقدم لك ما بيرضيك. لهيك سؤالي إلك، ليش أنت مبتعد عن الكتاب التلفزيوني؟ لحظة. لأنه نحن بنعرف قد إيه أنت ممثل مهم. بس انت كاتب اهم بعد فليه ما بتكتب؟ خليني صحح يعني نسخ وفورما وفركة ومكسيكي وملبن. أوكي. عبالنا عن جد شيء اصلي بدك تعقب. عندي جوابين اكيد. الاسم الاول من السؤال الافتراض يلي قلتي ما كتير مزبوط، صدقيني جوزيفين انا ما عم برفض، انا ما عم ينعرض علي. حلو كمان يعني مؤخرا انعرض علي يعني شغلة واحدة مؤخرا يعني من اسبوعين بس الوقت ما الوقت ما ساعد لانه عم بحضر مسرحيه بس اجمالا. نعم. مشكلتي اللي مكرره 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 كذا مره انه كلهم بيسالوا عني ما بيسالوني، عرفتي كيف؟ هيدي بالنسبه للكتابه بخافوا منك. ما بعرف عم ينعرض تسألهم. عم بتشوف قبل استاذ كميل عم تشوفه اللي عم ينعرض عم يرضيك على فكرتنا راضي. خليني جاوبك على السؤال الثاني، انا ماني مبتعد لا عن الكتابه ولا عن شيء، بس انت بتعرفي انه الكتابه للتلفزيون هي بحاجه لمنتج او شركه تطلب منك تكتبي لها، الشيء الوحيد اللي ما عم بعمله وما بعرف اعمله انه احمل نصوص وامشي على الطريق معانا نصوص. لا بس معانا اذا نصوص. عندك فكره هالقد حلوه ليه ما بتعرضها يعني؟ وانا لا بتعرضها انه رح يستقتلوا. طيب اخر بقول لك اخر شغله هيدي لقلك بس الآخر. ما طلعوها على الهواء ما حدا عم يسمعنا. في مسلسل صار لي كذا فترة عم بكتب فيه وكتبت وقدمت لشركات، كان الجواب نفسه من ثلاث مطارح بالإنجليزي بس رح أقوله بالعربي، مكتوب بشكل رائع بس مش هيدا المطلوب هالأيام، نقطة على السطر
بس يعطوني دفتر شروط شو المطلوب هالايام بكتب على لازم أساس. يكون ممثل عربي وممثل لا 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 المضمون المضمون المضمون, المضمون. يمكن لانه شوي انه ما بعرف وحياتك ما قالوا لي شو منه فورما ومنه ما بعرف بتعرفي شو ما عاد شوكو طيب بتعرفي شو بتمنى لانه هذا السؤال عم اسال عنه دائما بتمنى يعملوا حلقات مع الناس المسؤولين عن شراء البرامج وبثها ويقولوا يسألون ليش فلان بعينه ليش فلان ما عم تشتغلوا معه خليني يقولوا له يا أخي منخاف منه يا ريت بياخدوا رأينا تنقلهم ما بيكتب منيح أنا ما عادت اهتم صدقيني أنا الشيء اللي بعرف أعمله لوحدي عم بعمله اللي هو المسرح بيجيني دور بس للأسف المسرح جمهوره محدود ما عليه بكفي ونحن بهمنا توصل لكل وأنا كمان عن جد بنحب أدائك وأنا كمان أنا هلأ إذا بيجيني دور على التلفزيون حلو أكيد بشتغل وإجاني عم بقلك هلأ عرض محترم من ناس محترمين بس اعتذرت حتى ما قريت قبل ما لانه الوقت يلي بدهم يصوروا فيه هو الوقت اللي عم حضر فيه مسرحيتي بس هيدا عم على كل حال استاذ كميل انا هلا هيدا السؤال الثاني تفضلي لانه نحن صرنا بالاوسكار انا اكيد هلا في القضيه 23 انعرض بهوليوود واكيد شافوه رح يشوفوه مئات المخرجين والمنتجين العالميين واكيد في كتار منهم رح يستوقفهم اداء هالمحامي الثعلب ورح يحبوا يتعاملوا معه ويعرضوا عليه ادوار بافلامهم العالميه لكن لاول مره بحكي عن حالي ايه انا فخور بجملتين انكتبوا واحده بنيويورك تايمز واحده بالواشنطن بوست او شيء عن الفيلم وخصصوا سطر مع كلمتين كتير حلوين عن ادائي انا وعن شخصي هذا فيكم تستعملوها بكره بنشره الاخبار وقت بتقولوا شو هن جملتين بكل فخر مش حافظهم بس موجودين موجودين عندي بس لقلك شو هن انا اكيد يعني بعد هيدا الدور وبعد ما شافوا كل هالمنتجين والمخرجين رح يعرضوا عليك ان شاء الله بس انت هل انت جاهز لهالخطوه جاهز تشارك بافلام عالميه جاهز تسافر تبقى لفتره بعيد عن لبنان جاهز لادوار يمكن مش على طول بتكون منصفه للشخصيات العربيه برا جاهز لغويا بتحكي انجليزي كثير منيح يعني جاهز من كل هالنواحي لانه انا اكيد رح ينعرض عليك انا ممثل عامل ليلى عبد اللطيف الليله انا انا ممثل وممثل بعرف قدراتي نعم والشيء اللي بقدر اعمله 100% جاهز له الشيء اللي بقدر اعمله 92% يا بدرسه اكثر يا بعتذر عنه اكيد مين ما بدي استعمل كلمه بشعه انه مين اللي قليل التفكير يلي اذا انعرض عليه كل اللي انت عم بتقوليه راح يقول لا امي بالعكس بالعكس تماما جوزفين الى السؤال الاخير تفضلي يلا ان شاء الله يا رب ينعرض عليك هو كلهم الى السؤال الاخير جوزفين تفضلي ان شاء الله يا رب تعرف استاذ كميل الحلو بالافلام برا الاجنبيه إنه الكتاب والمخرجين والمنتجين بيخصصوا أدوار مهمة كتير لممثلين خلينا نقول بعمر ناضج تخطوا سن الشباب كمان بين مزدوجين لأنه الشباب هو شباب القلب والروح مش العمر يعني مثل ميريل ستريب داستن هوفمان روبرت دينيرو آل باتشينو وغيرهم تنكتب أدوار لألهم لأعمارهم أستاذ كميل أنت شو الدور بعمرك هلأ الناضج اليوم بعده بيستفزك وعبالك تقدمه بتحس إنه ممكن يطلع منك إشياء كتير بهالعمر هيدا ما بعرف صدقيني لأنه بالأفلام اللي اشتغلت فيها بلبنان اللي هي ثلاث أفلام اشتغلت ثلاث أدوار مختلفة لما قريتها حبيتها وعطيتها إن كان صغير الدور أو كبير إن كان مأخوذ من وراء كتفي أو مأخوذ وجهي الدور بعيط للممثل فما لا ما مفكر يعني ما مفكر بشخصيه بقول لك شخصيه الشرير او الطيب او الكليشيات هيدي بس الدور بس ينقرا وبتعرفي انه في مجال لواحد ينبسط هو عم يشتغله يحب شو عم يعمل اكيد بتمنى اخذ دور ينعرض علي دور لما اقرا انا اقول لهم ايه بليز خذوني لإله الصحفية جوزفين حبشي شكرا لمداخلتك شكرا لأسئلتك ولمحبتك
للأسف بس هالقد، مع أنه أنت محبتك أكبر من هيك بكتير. شكرا لك جوزيفين. جوزيفين مرسي. نتأمل يا رب ناخد الجائزة بهالوقت. إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله. مرسي كتير. شكرا لك مرسي لكل شيء عم تكتبيه. شكرا. ومع جوزيفين نوصل لختام سهرتنا، بنوصل لختام سهرة عمر، على أمل أنه هالنجاح يلي صرنا بس بعيد يعني بعيدين عنه فشخة صغيرة أنه يتحقق بحصولكم على الأوسكار، وإذا لا نحن ربحانين ونحن فخورين بكل الأحوال. بالنسبة لي طبعاً نتمنى، أو بس أنه ما بحياتي كنت متخيل أنه شخصياً على سعيد شخصي أوصل لا. لهون. يمكن أكيد بستاهل أكثر الفيلم، بس لحد هلأ كتير منيح. ما راح اعمل مثل بعثات الرياضه اللي بتقول مهم المشاركه، مهم ما بتفرق معنا اذا ربحنا، لا بتفرق معنا أكيد. بس هيك كثير منيح. انا بدي اشكركم كثير، واشكر تلفزيون لبنان، انت كمان وكل المعدين والمخرج والشباب كلهم يلي هون، لانه حلوين كثير، حلوين كثير، خاصه الغمزات هدول. بوجودك نورتنا بسهره الليله، منحبك وناطرين دائما اعمالك، وناطرين دائما نشوفك ان كان على الشاشه أو مخرج أو كاتب بأي شيء. نحن من حزب كميل سلامي، خليني أقول مرسي بعالم الفن. شكرا. شكرا لهالسهرة الحلوة. مشاهدينا لهون منوصل لختام حلقتنا، بشكر متابعتكم. أكيد فيكم تتابعونا عبر السوشيال ميديا، واللقاء بيتجدد مثل العادة السبت المقبل بنفس الوقت. إلى اللقاء.